السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا دجاج بصوص بيري بيري، طريقه برتغاليه، وكنتمنى انه يعجبكم. وبقوا معايا حتى تشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير، خديت 4 دجاجات كوكلي، يعني اقل من كيلو، صغارين بزاف. وحيت ليهم، غسلتهم بعد ما غسلتهم بالحامض مزيان والملحه، حيت ليهم العمود الفقري كيف ما كتشوفوا. وجدنا واحد لاصوص بيري بيري، يعني لاصوص الاصل ديالها برتغالي. هاد لاصوص هذه كتوجد، انا مشاري الفيديو ولكن غنقول لكم المقادير. لاصوص بيري بيري كناخذوا الفلفله حمراء يعني الحلوه، والفلفل الحار، وشويه الابزار، وشويه الثومه، ونص حامضه. يعني الا خدينا غير جوج فلفلات حارين، جوج فلفلات حلوين، شويه الابزار، وشويه الثومه، والحامض، وشويه الزعتر. صافي، هذه هي المكونات. وكيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تزيدوا شي اضافات اخرى، شي نسمه كتعجبكم تنسموا بها. انا كيعجبني غير الزعتر، درت غير الزعتر بوحديتو. صافي، وكنشدوهم كان نرقدوهم مزيان بهاد لاصوص هذه، وكان نديرهم بالشوكه حتى كيدخل معاهم داك لاصوص لداخل، وكنبيتوهم الليل كامل وهما في هاد لاصوص. وهانتوما معايا.
هاد الدجاج ديالنا وجد، كنتمنى انه يعجبكم. وهذه هي لاصوص بيري بيري، راه كتبقى شهر، يعني كديروها في قرعه وتسدوا عليها تبقى عندكم في الثلاجه مده شهر، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وبطبيعه الحال كترافقوها باش ما بغيتو. انا هنا رافقتها غير بلاصوص بجنيوحات وبالكبده، ولكم الاختيار. وبالصحه والراحه، نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تابوناو في القناه ديالي وشجعوني بلي لايك. ومبقى لي الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.